انت عيسى بن احمد فهمني، ايش راي من هذه الناس هنا؟ رانا هنا لتويزر. انت ما تكلمت معاك؟ اي ما بقات لي حتى زي لا باش نعرف، وانا كبرت ما بقات لي صحه، والمعيزات اللي كانوا عندي بعتهم باش نشري شويه زريعه، هذه هي الحكايه. إيه وهذو ابن عمي واصحاب الدوار راهم جاوا يعينوني برك. على بالكم انكم خلصتوا على القانون؟ هذا الارض ارض بايلك، وانتم من راكم تحرضوا فيها. ارض بايلك من وين اخويا؟ قولي يرحم والديك، يا ذي عرض جديد ياش انا زدت فيها هنا، زدت فيها هذا الكربيل اللي راك بالك ليه. عندك العقود على هذا الارض؟ وش من عقود يا رجل؟ راني نقول لك ارض جديدي، واش بهذا؟ وانا ورثتها من ابوي، وراه جماعه شهود ياسي، ها مكبر جماعه يشهدوا، ها وشيخ، ها وشيخ يشهد ياسي، هو كان بنفسه كان يجي يخدم مع ابوي الله يرحمه. ما كان حتى كبر الجماعه، راه خرج قانون جديد هو اللي يسير الامور. ما عندكش العقود يلزم تخرج من هذا الارض ولا تولي في خصومه مع سيد الحاكم. انتما حبسوا الحرب وخرجوا من هذا الارض في الحين. وشنو هذا؟ ما كفاكم مش منعتوا الناس معتش الايام القابه حبيتوا تمنعوا هذوك من العيشه في ارض جدودنا؟ يا ما كفاكم مش الارض اللي استوليتوا عليها؟ قالت لكم طبت عيسى بن حمد حبيتوا تزيدوا تكملوها من الحساب ولا واش؟ انا ما نزيدش نكثر الكلام معاك، ما نزيدش نخاصمك. قال الحاكم ممنوع الحرب، ممنوع، قال الأرض بايلك بايلك. راكم تشوفوا يا عرب، أنا هذه أرضي سمعت، وما نخرجش منها، نحرسها نحرسها، يا ولو كان غدوة يجيبوا لي جدرمي، هذه هذا الأرض حرسها جدي سمعتوا، وحرسها أبوي، نحرسها أنا ثاني، يا ولو كان غدوة ما نحصلهاش. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. الشيخ مات يا عيسى. الله أكبر. اجري يا شيخ اجري. أقتلتو! الشيخ مات! فطوم! الشيخ مات! ديم الله. إنا لله وإنا إليه راجعون. ويبقى أمر ربك ذي الجلال والإكرام.
كيفاش كنا مجملين، واليوم راك تشوف كيف تشتتنا. ترى هذه قدرة ربي العالمين ولا احنا ما قمناش بواجبنا؟ عيسى، من هو ذا اللي جاء؟ هذا ما يكون غير باش قاموا الملك هذا. واش سعد؟ قريب جاء. قريب. العشية هذه إن شاء الله يكون كل شيء تحصد. والدراسة راهي مشية. في هذه الساعة أنا في 100 ساعة. والخدمة راهي ماشية كما راك تشوف. ماشي، ماشي شوية الخدمة. هذه راهي خسارة. ما تخليهمش يرقدوا. هاي عند كل عليك. امشي أنت. تربحوا. Beep!